حبيبتي. أهلا وسهلا فيكي بأحلى سنة بحياتك. أهلا وسهلا فيكي بحياتنا الجديدة. عائلة إلغاز وأورهان رح يتحدوا، وثنائي إسطنبول الشهير بهذا التاريخ رح يتزوجوا. هي النهاية السعيدة لعلاقة حب عمرها 6 سنين. إلكار إلغاز اليوم المساء رح يتزوج من ريم بنت رجل الأعمال المشهور هارون أورهان، ورح يدخل القفص الذهبي بحفلة عرس ملكية رح تنعمل بقاعة قصر السلطانة عديلة، وريم رح تغير فستانين خلال حفلة العرس. إلكار إلغاز المعروف بشغفه بالإلكترونيات الموسيقية، بالوقت اللي عم بينحكى فيه عن مخططاته بعد حفلة العرس، نحن قدرنا نعرف إنه تصميم طقم العرس كان من تحت إيدين مصمم مشهور عمل خصوصي إله. طول الوقت عم قول هلأ بيتزوجوا وشوي بيتزوجوا وأخيرا جه هذا اليوم. بس إلكار يا دوب قدر يواجه أخطائه. كأنه إسماعيل وهالة متوترين. طبيعي حبيبتي، من ورا هاي البنت اللي لقوها مرمية بالطريق، ووقت انذكر اسم الشركة بنص الحادثة اكتئبوا، وفعلا الموضوع مزعج تحديدا بهيك يوم بتحسي فعل نحس. تعالي نهنيهم ونبارك لهم. ممكن تتركي تليفونك بقى؟ أنا آسفة بس ضل عقلي عند حادثة هاي البنت. بسيطة، إسماعيل عم يهتم بالموضوع. شو هالوضع اللي بخوف؟ الله يبعث لأولادنا أيام سعيدة بحياتهم. شفتي خالو إلينا؟ إلكار بيك، مساء الخير. شو عم بيصير؟ في شكوى مقدمة ضدك. أنت رهن الاعتقال بتهمة الاعتداء بالضرب على المدعوة إلا يوكسان. بدي تعطوني شيء، انا بدي اشوف بنتي. فوتوني لعندها مره واحده بدي اشوفها. خلص بعدين بتعطيها يا خلص حبيبتي. اهدي شوي، فهمت عليك تمام.
خلص أنا بحكي معه مشان تتنازل عن الدعوة. منحكي بعدين. حضرتك والد إيلا؟ أي نعم. بدي إياك تكون قوي. الدكتور عم بيحكي مع تيمور. ليش ما نادالي يحكي معي؟ مهر لا تقومي، أنت لازم تضلي قاعدة. صاير شي مو منيح. مع الأسف، مع الأسف خسرته. Açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. الكربيك، مساء الخير. شو عم بيصير؟ في شكوى مقدمة ضدك. أنت رهن الاعتقال بتهمة الاعتداء بالضرب على المدعوة إلا يوكسان. كيف؟ كيف؟ دقيقة لو سمحت. دقيقة، لحظة. نحن اليوم الصبح طالبنا بالعدالة لإلا. إلكر قول شي. حبيبي ليش ساكت؟ ما طالبنا نعرف المجرم؟ لحظة شوي لو سمحت. انتو بتعرفوا شو عم تعملوا؟ بس لحظة، لوين اخدينه؟ بكفي يا مدام. طولي بالك، بأي حق عم تاخدوه انتو هلأ بعرسي هنري أورهان؟ شو فاكرين حالكم عم تعملوا؟ ما بصير تاخدوه هيك بيوم عرسه. ما بسوي شي، الله يوفقك. لحظة لو سمحت، انا عم طالب بالعدالة إلى بابا. بنت شو عم يعملوا؟ دمروا عرس بنتك الوحيدة. اهدي بنتي، خلص اهدي. شو اللي دفع شخصيتك انه يرتكب هيك جريمة؟ ممكن تشرح لنا؟ بناء على شو تم اعتقالك؟ شو هي الأدلة الموجودة ضدك؟ لو سمحت جاوبنا.
العنف ما إله علاقة بالرقي. الله يكسر إيديك إلكر إلغاز، بكفي. وقفوا العنف، برر هالعملة للمجتمع. ساروتك ما رح تنفذك، في عدالة ورح تتنفذ عليك. اعتقلوا إلكر إلغاز، وقفوا العنف. دعائنا لإلا ابن إسماعيل إلغاز لازم يدفع الثمن. هاي السخافات أنا ماني مضطرة أسمعها. هالسخافات هي تعتبر ضغط شعبي. هالا خانوم، فرحتيني كتير بهالمعلومة. الضغط الشعبي زايد كتير. رح يتربطوا إيدينا ورجلينا ما؟ شو هالسؤال إسماعيل؟ مين هذا اللي بيقدر يربط إيدين إسماعيل إلغاز؟ هدول كم مراهق هلأ فاتحين نتو عم يكتبوا كلام فاضي؟ مواقع التواصل الاجتماعي هي بتحكم على ابني؟ لا تستخفي بمواقع التواصل الاجتماعي هالقد، خاصة مع وجود أكثر من دليل قوي ضد ابنك. قصدي إنه الشرطة دخلوا على بيته يلي بريفا وفتشوه لقوا أدلة ملموسة بتربطه بالجريمة. أول شيء كنزة ملوتة بالدم، وتم إثبات إنه هذا الدم لإيلا، والدليل الأقوى هو تسجيل كاميرات المراقبة. بتبين بوضوح إنه ابنك رمى البنت من سيارته على الشارع، صح؟ تأثير مواقع التواصل الاجتماعي محدود، بس الأدلة ما بينلعب فيها أبداً. بتعرفي هالشي؟ في تبرير لكل هالأدلة. فيك تضلي تعديلي أدلة لبكرة الصبح. ابني هلأ مصدوم، ما له قدران يحكي. إيه مزبوط، بس وقت اللي رح يحكي كل هالأدلة السخيفة اللي حضرتك عم تعديلي إياها رح يكون إلها تبرير. ما عندي شك، بس لهداك الوقت رح يكون الأحسن إنه نترك الإجراءات تمشي بشكل طبيعي، ولازم ما ننسى مكانتنا الاجتماعية والتجارية كمان. قال مكانتنا الاجتماعية، قال ولسه التجارية كمان، كل هم الشركة. ابننا مفارق معها بالمرة. إسماعيل لوين رايح؟ إسماعيل، اسماعيل بيك لو سمحت، اذا تصريح من حضرتك عن الجريمه اللي صارت امبارح. بخصوص هالاحداث اللي صارت اسماعيل بيك، هذا الموضوع بهي الليله عندي تصريح واحد بس. في حال طلعت الاتهامات ضد ابني مزبوطه، بدي كل الناس اللي بالبلد تعرف انا رح اتبرى من ابني قدامكم على طول. انا بصفه اسماعيل إلغاز رح أتابع هاي القضية بنفسي، مثل ما رح أتابعها عائلة البنت. وطبعاً قبل كل شيء رح أهتم بهالقضية بصفتي أب لبنت. وإذا كان إله ذنب بهيك جريمة، أصلاً ابني هاي الليلة ألقي القبض عليه بعرسه ودخل على النظارة، ويمكن من هنيك رح يفوت على السجن. كرر مرة تانية، ابني إذا إله أي ذنب بهي الجريمة مثل أي مجرم رح ينال عقابه العادل. بعد هيك ما رح سامحك يا إسماعيل. لا ترفعي صوتك بوشي، هي آخر مرة بقول لك. أنت طعنت ابنك بظهره، أعلنت لكل تركيا إنك ما رح توقف جنب ابنك ولا تدعمه، كل هاد مشان تحمي شركتك الملعونة. لولا هي الشركة اللي عم تقولي عنها ملعونة كنا. خلص بكفي بقى، أنقذت شركتك نيالك والله. يا فرحتي فيك، تخليت عن ابنك الوحيد لتنقذ شركتك، ومو همك بنوب. ما بدنا ياك توقف جنبه، أنا اللي رح وقف جنب ابني دائما، رح أعمل المستحيل لأثبت براءته لو شو ما كلفني. عمالي الشاب إلكار إلغاز يتوجه في هذه اللحظات نحو السيارة التي سوف تنقله إلى السجن، وهناك مطالب شعبية بإنزال أقصى العقوبات. رجل الأعمال إلكار إلغاز يتوجه في هذه اللحظة نحو السيارة التي سوف تنقله إلى السجن، وهناك مطالب شعبية بإنزال أقصى العقوبات. في حين أن محاميه يضغط لتغيير الرأي العام، سيتم نقل إلكار إلغاز إلى المحكمة المناوبة بعد قليل ليحاكم. أهلا وسهلا. اللي شفتيه هون هو الواقع، ابني رح يتزوج ريم. ما بعرف قصة أي أميرة عم بتعيشي بخيالك، بس فتحي عيونك وشوفي الحقيقة، رجعي لوعيك وفكري. كل شي واضح. عمرك سمعتي قصة فيها أميرتين؟
مين هي البنت؟ متدربة عادية. كل ما بتذكر هداك اليوم بينهز بدني كله. حماتي المستقبلية خدعتني وخبت عني بكل بساطة بدون ما يرفل جفن. اهدي حبيبتي، لا تحكي نفس الكلام اللي عم نشوفه على النت، لأنه بيقرف. بيقرف؟ طيب لكان امسكي هاد، شوفي هذا هو القرف. أنا ما بستحق كل يلي صار. لا أنتي ولا ابني بتستحقوا اللي صار فيكن، والبنت المسكينة اللي بالعناية المشددة هلأ كمان ما بتستاهل. لهالسبب أنا أجيت لهون. كل اللي بقدر أعمله للبنت هو إني أدعي لها دائما. ريم، أنا بقدر أعمل لك شيء أكتر بكتير من شاني أنا. لا تنسى أصحك تكبر، هذا فخ. أنت تعبت كتير بهي العلاقة وحاربت كمان، كلنا منشهد لك. ابني اللي كنت مفكرة أنه بحياته ما رح يلتزم، عملتي منه رجال وعلمتيه كيف يحب. حققتي اللي كنا نقول عنه كلياتنا مستحيل. خليتي الشاب الحلاوة الطايش يطلبك للزواج بعد 6 سنين بقى خطوة واحدة لتقولي أنك نجحتي. ريم، شو رح تعملي؟ رح تخلي أحلامك تصير ضحية بسبب بنت ما بتعرفيها؟ أنا ما بلومك أبداً، بتعامل معك كأنك بنتي، بس الخيار إلك. هلا. أهلا وسهلا هارون. طلع على الحال اللي وصلنا لها، أنا وريم كنا عم نشكي همومنا. إيه هذا الشيء واضح، بس ريم خففت عني مصيبتي، وكمان كتير انبسطت بشوفتك. منكمل حديثنا من محل ما وقفنا. ايه ما قلت لي، بتعرف شو قالت محاميتنا اخر شيء؟ عطتنا امل بانه باول جلسه رح تقدر تاخذ قرار محاكمه بلا توقيف. عندي خبر، المحامين تبعوتنا عم يتابعوا الموضوع وعم شوف اسماعيل من وقت للتاني كمان. مع اني كنت رح قلك انه اسماعيل متضايق منك شوي هالفترة. مثل ما بتعرف الانسان ما بيقدر يعرف مين صديقه ومين عدوه بايامه الحلوة. نحن عم نمر بفترة كتير صعبة وقاسية، اكتشفنا انه عنا اصدقاء ومو قلال، ناس ما توقعناهم ابدا يوقفوا جنبنا. بس أكتر شي فاجأني هو المقربين منا، البعض مو الكل. لا تفهمني غلط يا هارون، بس إسماعيل هالفترة حاسس إنك تركتنا لحالنا، وأنا هيك شايفة. بعد اللي صار ليلة العرس كنا منتمنى نشوف نسيبنا واقف معنا. أنا ماني نسيبكن هلا. كنت واقف جنبكن دائما كصديق، بس قبل كل شيء يا هلا كان لازم اوقف جنب بنتي. مزبوط هالشي بفهمه، بس اللي ما فهمته عليك ابدا ليش قلت انه انت مانك نسيبنا؟ لو تاخرت الشرطه بالجاي 10 دقائق كانوا الاولاد تزوجوا. بس مو هذا اللي صار. ها يعني بفهم من هالحكي انك مبسوط من اللي صار؟ اللي بزعل بنتي مستحيل يفرحني يا هالة. لكن احنا منكون اصدقاء، وانا بعتبر إلكر مثل ابني، بس لبين ما يطلع بريء انا مجبور احمي بنتي. حقك يا هارون.